واحدة أو شعب واحد على الجميع من أجل الخلاص من هذا الظلم، من هذه السيطرة، من هذه الهيمنة وتضييع حقوق الآخرين، إنه تجي هذه الشعوب وتختار فيما بينها هذا النوع من الحكم اللي هي حكم الاتحادي أو حكم نعم. الفيدرالي. هل هذا الحكم يعني قابل للتطبيق في إيران؟ يعني إنه موضوع الفيدرالية إنه تكون هناك حكومات محلية وأيضا تكون حكومة مركزية متشكلة من حكومات محلية. هي بالواقع يعني هل قابلة للتطبيق في إيران هذه؟ إحنا شوف إيران نتيجة ل شوف سنة 1921 تأسست إيران دولة إيران الحديثة على يد رضا شاه. عندما إجا رضا شاه للحكم إجا وبالتالي أطاح بجميع الحكومات المحلية اللي كانت تتمتع بنوع من الحكومات بنوع من الحكم المستقل أو شبه المستقل، وبالتالي إجا وهيمن وسيطر على جميع الحكومات المحلية اللي كانت يعني تتمتع بهذا يعني الحرية وبالحكم الذاتي يكاد يكون مطلق إلا بشكل شكلي. يعني بعض الأماكن في إيران مثلا كانت تخضع للحكومة المركزية أو للدولة المركزية الإيرانية. فعندما جاء رضا شاه أطاح بجميع هذه الحكومات وبالتالي بنى دولة اللي يعني هيمنت وسيطرت على جميع الثقافات، على جميع مكونات الشعوب الأخرى، وبالتالي أصبحت الثقافة السائدة وكل ما يتعلق في قومية واحدة، أي يعني اختزل إيران في بوتقة قومية واحدة وهي القومية الفارسية. الآن من أجل الخروج من هذه المعضلة، من أجل الخروج من هذه المشكلة المستعصية في إيران، فنرى إحنا أنه أحسن سبيل للوصول هذه القوميات إلى حقوقها عندما تتفق على نوع حكم اللي هو الحكم الفيدرالي وبالتالي تأسس هذا الحكم. طبعا هذا الشيء في هناك مخالفين كثيرين إليه. أولا المخالف الأصلي والأساسي هو النظام القائم، لأنه يجي على إنقاذه، يجي على حسابه في ظل هيك نظام لا يمكن تحقيق هذا الشيء. ولكن البعض يتصور بأنه الفيدرالية تأخذ من الحكومة الإيرانية، يعني هكذا تصور موجود يعني حتى في داخل الشارع، إضافة إلى البعض الأوازين اللي موجودين في الخارج يتصورون بأنه موضوع الفيدرالية تأخذ من الحكومة الإيرانية. يعني هل هذا التصور هو صحيح؟ كلا، هذا تصور خاطئ وغير دقيق وغير صحيح، لأنه حكومات مثل حكومة جمهورية ولاية الفقيه اللي هي غير قادرة حتى تطبق المواد الدستورية اللي هي غارتها، اللي نذكرها دائما المادة 15 و 19 فيما تتعلق في قضايا اللي تخص الشعوب في إيران، مثلا من تدريس لغة الشعوب الأم وكذا لهذه الشعوب، هي يعني أمور جدا بسيطة يعني ما تتناول أو ما تعطي حق هذه القوميات اللي مسيطرة عليها الدولة أو أنظمة الحكم المتعاقبة الإيرانية. فبالتالي من أجل إنه هذه الشعوب تصل على حقوقها، فالحل الوحيد هو إنه تقيم هذا النظام يعني على إنقاذ هاي الدولة، على إنقاذ هاي الجمهورية ولاية فقيه. يعني تطيحون بالحكومة كلها. لا يستجدى هذا الشيء من النظام القائم في إيران، وإنما هذه الشعوب هي اللي راح تأسس هذا النظام. وبالتالي عندما الإنسان يحس بنفسه هو شريك ومؤسس لهذا النظام، بالتالي راح تتحقق حقوقه وراح تتضمن جميع حقوقه في هذا النوع أو هذا الشكل من الحكم.
فالفيدرالية بالواقع هذا تعني، يعني اتفاق يتم بين القوميات أو المكونات لهذه الشعوب اللي حاليا تشكل الخارطة الجغرافية لإيران، وبالتالي توقع فيما بينها هذا النوع من الحكم من أجل تحقيق أهدافها، من أجل تحقيق ما تصبو إليه. فبالواقع هذا غير دقيق أنه هذا يستعطى أو يؤخذ من النظام الإيراني، لأنه النظام الإيراني بتشكيلته هذا بجوهر هذا غير قادر لحل أبسط الأشياء فيما تخص المسائل القومية، ما بالك أنه يجي ويقبل بنظام فيدرالي اللي هو يرى نفسه أنه هو يعني يخرج من هذه الدائرة. إذن هذا يتطلب نضال وأيضا تضحيات كثير للوصول إلى هذا الهدف. طبعاً. إذن يعني أحب هنا أضيف نقطة، وهي ليس فقط أن النظام الإيراني يكون هو المعارض الأساسي لهذا النظام، وإنما حتى يعني إحنا الآن جايين نواجه معارضة من قبل بعض القوى في المعارضة الإيرانية. يعني هناك قوى اللي معارضة للنظام الإيراني وحتى الطالب بالإطاحة بهذا النظام، لكن ما مستعدة أن تتحمل هذه الأطروحة، أطروحة الفيدرالية، لأنه يفكرون أنه بإقامة هذا النظام راح تتفتت إيران، راح تنتهي الدولة الفارسية اللي أسست منذ 1921 بقيادة رضا شاه بهلوي. فأيضا احنا يعني نواجه العديد من المشاكل. هذا المطلب، هذا الشيء ليس هين وتحقيقه، يعني يتطلب جهود، يتطلب نضال، يتطلب المزيد من العطاء من قبل الشعوب المعنية بهذا الشيء، يتطلب تضحيات أن تقدم هذه الشعوب من أجل الوصول إلى هذا الهدف.